بالفعل نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت أسبوع الصناعة في مراكز دعمها في كل من الخبار، الرياض، جدة والمدينة المنورة بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة. أكثر من 25 لقاء حضوري وافتراضي نظمته منشآت، حضره الكثير من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الحكومية بهدف توحيد الجهود، معرفة الفرص الواعدة ومعرفة أبرز التحديات اللي بيواجهها القطاع والمستثمرين في القطاع الصناعي. بما اننا نتكلم عن القطاع الصناعي بالتاكيد لازم نتكلم عن دراسه الجدوى. يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ محمد الما الخبير والمستشار في المجال الصناعي. يسعد مساك وسعيدين بوجودك معنا على شاشه الاس بي سي. يسعد مساك يا استاذه هدى ويسعد مساك جميع مشاهدي الاس بي سي. بدايه خلينا نقول بما ان حضرتك مستثمر في القطاع الصناعي، الفرق بين دراسه الجدوى في القطاع الصناعي وفي بقيه القطاعات التجاريه ولا وات ايفر؟ اجمالا دراسه الجدوى هي وثيقه واحده، لكن المجال الصناعي دائما يكون في احنا دائما تكلمنا عن كثافه الاصول اللي هو راس المال الثابت راح يكون عندنا كثيف جدا، فبكون عندنا الالات والمعدات تشكل قيمه كبيره من قيمه المصنع بخلاف القطاع التجاري والخدمي. بدنا نعرف يعني أبرز التحديات اللي بتواجه المستثمرين في القطاع الصناعي وخاصة من الشباب. بطبيعة الحال المصانع أنت لما تكون مصنع راح تنافس جميع المصانع اللي موجودة داخل المملكة خارج المملكة وفي تحديات كبيرة، لكن هذه التحديات دائما توازنها أيضا الدعومات الكريمة اللي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في قطاع صاروخ التنمية الصناعي، منشآت، كل هذه الممكنات تعطي الريادي في المجال الصناعي نوع من الطمأنينة أنه يدخل في هذا المجال أنه في أحد بظهره. طيب أستاذ محمد، دراسة الجدوى الآن بعضهم مجرد أنه ما يبدأ دراسة الجدوى يبدأ ويقدم على الاستثمار في هذا القطاع، وبدنا نعرف دور الاستشارات اللي بتقدمها مراكز منشآت يعني الاستشارات بشكل عام، أني مثلا لازم أستشير قبل ما أقدم لا نكتفي بدراسة الجدوى. حقيقة سؤال رائع وأكثر من رائع. إحنا ننصح هذه المراكز إنما وضعت لخدمة المستفيدين، تقدم خدماتها بالمجان، فيها مستشارين ومرشدين في مجال التصنيع، ناس أصحاب خبرة، أصحاب مصانع سوف يقدموا لك النصيحة جاهزة بدل أن تقدم. حتى لو أنك درست السوق وجات دراسة الجدوى ربما تحصل متغيرات أو أمور أنت جهلتها، لكن شخص بحكم الخبرة وواقع المعرفة السابقة قد يساعدك على الحصول على معلومة ثمينة جدا في خلال في هذه المراكز أو حتى التطبيقات المتاحة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. محمد شكرا جزيلا لك على المعلومات في دراسة الجدوى. الله يسلمك، شكرا استاذ هذا وشكرا للجمهور الاس بي سي. واكيد احنا مكملين في القطاع الصناعي وفي اسبوع الصناعه، ويسعدني كنا مع الاستاذ عمر القحطاني وهو احد المستفيدين من مركز منشآت واللي قدموا له استشارات وكانت بدايه انطلاقته معنا. استاذ عمر يسعد مساك وسعيدين بوجودك معنا على شاشه الاس بي سي. سعيد بوجودي معكم واهلا وسهلا بمشاهدين قناه اس بي سي. اهلا وسهلا. ودنا استاذ عمر تبين لنا كيف كانت منشآت هي بدايه انطلاقك في الاستثمار في القطاع الصناعي. اعتقد ان البدايه كانت من مرحله الفكره، عندما تعرفين المستثمر من رائد الاعمال الشاب او الشابه، عندما تكون الفكره في باله تبدا كفكره مجرده، يلقى الدعم عند المستشارين والمرشدين في هيئه منشآت. وفرت خمس قنوات مميزة جدا. القناة الأولى عبر تطبيق نوافذ، تستطيع أن تحجز للمرحلة، مرحلة الفكرة أو بناء المنتج أو دراسة السوق، يوجد المستشارين المتميزين ذوي الخبرات العالية كل في مجاله، وأيضا من المرشدين أصحاب الخبرات في مجالاتهم يقدمون هذه الخبرات بشكل مجاني بدعم لا محدود من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين طول الله بعمره سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان، وجميع المسؤولين يتسابقون في تقديم جميع ما يلزم لتذليل الصعوبات أمام الشباب والبنات في مملكتنا الغالية. طيب أستاذ عمر وحضرتك يعني استفدت من منشآت، كيف تحولت منتجك مثلا من فكرة إلى تطبيق عملي يعني ورأيته على أرض الواقع؟ الحمد لله رب العالمين، قدمنا الدورات التدريبية على قناة هيئة منشآت عبر اليوتيوب أو أكاديمية التدريب الافتراضية اللي تقدمها منشآت. يوجد هناك دورات تدريبية سواء كانت القنوات الرقمية أو القنوات الحضورية عبر المراكز، والتي تقدم دورات متنوعة ورش عمل متنوعة لأصحاب مجالات متعددة. حولت أفكاري
من أفكار مجرد كانت قبل فترة من الزمن، كانت فقط أحلام، ولك أن تتخيلين أن المملكة العربية السعودية في فترة القليلة الماضية أصبحت أرضا ذهبية لتحويل أفكار أبنائها إلى واقع يعاش. عندما تحول هذه الأفكار إلى 29 منتج مادي إلى وفي قطاعات مختلفة، عندما تحول أفكارك في سوق الرموز الغير قابلة بالتقنية البلوكتشين اللي هي الـ NFT وتخدم أسواق تجارية دولية، قبل 5 سنوات لم يكن لهذا التقنية من وجود، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود اللي موجودة في جميع المجالات أصبح هذا واقع عندي يعاش. أن عندي منتجات رقمية في مجال الـ NFT الرموز الغير قابلة للاستخدام الغير قابلة لل وتقنية البلوكتشين، وأيضا عندي منتجات متعددة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل منشآت ودور مرشدينهم اللي تفانوا وأخذوا أوقات طويلة في تقديم جميع ما يلزم لتمكين فكرتي وتحويلها إلى وثائق قابلة للدراسة وخطط قابلة للتنفيذ، وهذا أعتقد مما كون في تنمية وتطوير قطاع الدعم وقطاع ريادة الأعمال في المملكة. أصبحنا نرى حاضنات افتراضية، أصبحنا نرى مسرعات افتراضية، أصبحنا نقدم في نحضر الدورات عبر مراكز الدعم بشكل افتراضي في المملكة، فأصبحنا نبحث عما يقدم لنا الفائدة المرجوة وإن كنا في أي منطقة من المملكة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى كان غير موجود. مراحل تنفيذ حلمك، خليني أقول، أنت ذكرت في البداية بدأ بفكرة وبعدين تحقق على أرض الواقع، أكيد في تحديات، أبرز التحديات وكيف واجهتها وكيف حليتها؟ طبعا أنت تبدأ أول يعني في رحلة البسيطة، عندما تبحث عن فكرة وتجلس تفكر فيها مرارا وتكرارا حتى تنضج، بعدين تستطيع عبر تطبيق نوافذ تحجز استشارات في أي مرحلة ممكنة وتقابل المستشار المتخصص أو المرشد المتخصص، فتستطيع أن تفكر معه بصوت مسموع، تستعرض ما توصلت إليه من أرقام وحقائق ونموذج عمل تجاري لفكرتك، وتستطيع إعادة مرارا وتكرارا هذه الفكرة ودراستها. مما ساعدني في تطور أدواتي كرائد أعمال كان لا يملك فكرة ثم أصبح متمرس في دراسة جدوى للمشاريع ثم أصبح يطبق فكرته، فلك كمية الفخر عندما ترى حلمك اللي كنت تفكر فيه قبل فترة أصبح في يدك منتج ملموس، منتج مادي تستطيع أن تذهب إلى السوق. وهذه رحلة طويلة، يعني خذينا دورات افتراضية عبر منشآت، أخذنا دورات في الأكاديمية، استفدنا من قنوات منشآت في اليوتيوب، من تويتر، من الورش المتنوعة والدورات والحضور، فوائد تستطيع أن تناقش من زملائك أو زميلاتك من مجتمع رواد الأعمال. مجتمع رواد الأعمال أصبحوا يتسابقون لحضور الدورات والورش المتنوعة، فعندما هذا يقدم كل هذا بشكل مجاني لا تستطيع أن تلقى مثل هذا الدعم في أماكن أخرى. فبالتالي عندما يكون هذا البيئة متوفرة لي فأستطيع من خلال فكرتي أن تنضج، وأيضا ممارستي أن تتطور وخبرتي تزيد في مجال تطور الأعمال. سيصبح أنا أعتقد في وجهة نظري على هذا الدعم اللامعدود، أنا أعتقد أن الشاب السعودي أو الشابة السعودية خلال فترة وجيزة من الزمن لا تكاد تكون تتجاوز 10 سنوات من الآن سيصبح قطاع الأعمال عاجز عن الحصول على الموظفين السعوديين، لأن في بيئة ريادة أعمال يستطيع أن يختبر مهارته فيها. أستاذ عمر، طبعا أتمنى لك كل التوفيق في مجال الاستثمار في القطاع الصناعي ويعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة.